ازيكم احلى دكاتره في الدنيا. النهارده هديه جديده من هدايا الكورس عندي، الا هو ان احنا هنتكلم هاو تو ستادي سمارت. يعني ايه هاو تو ستادي سمارت؟ الناس كتير جدا بيبعتولي، انا باخد وقت كتير بحس ان على ما اقعد الون وانظم واعمل الاسلوب اللي حضرتك الدكتور محمد عودتنا عليه. انا حاسس الاسلوب ده احسن، او الدنيا بقت اورجنايز اكتر معايا، لكن انا باخد وقت كتير في الفينيشنج بتاع المعلومات من السورس بتاعي. يعني انا بفتح الكتاب بتاعي، هو ده كلام الدكتور او كلام اغلبكم يا شباب، بفتح السورس بتاعي متعود على نظام الباراجرافات، وانا قلت لكم نظام الباراجرافات ده نظام غبي لا يتم نقتله قتلا ونستبدله بحاجه يعني موست براكتيكال او مور براكتيكال أو سيوتو بالنسبة لنا في مخنا حتى. فالميكانيزم نعمل الكلام ده ازاي؟ فعشان كده عملت لك الفيديو ده. طيب يعني ايه سمارت؟ عشان خاطر يبقى الكلام واضح جدا، يعني احنا ممكن نذاكر بذكاء اكتر ومجهود اقل ووقت اقل. طيب موضوع الوقت ده نسبي مع واحد للتاني، في واحد بياخد على ما يهضم المعلومه ياخد وقت كتير، لا الكلام ده للناس اللي هم زمايلنا الافاضل اللي مش معانا في الكورس. لكن انت معايا في الكورس الحمد لله، عاملين المعلومه معلومه جايه مهضومه اوريدي لغايه عندك وواضحه جدا ومتقدمه لك خلاصه كل حاجه من تحت فوق قوي، من موست بيزك لغايه الموست ادفانسد، وانت شاربها بمعلقه ذهب. فبالتالي ما عندكش مشكله في حكايه ان انت تستوعب المعلومه. المشكله كلها في ايه؟ انك وانت بتذاكر بتورجنايز الداتا بتاع السورس بتاعك ازاي؟ فده اللي بياخد منك وقت. عشان كده انا قلت لك كلمه زمان، خلي الفيديوهات دي هي سورسك الوحيد يا سيدي الفاضل، لان انا قلت لك الحمد لله بقى مين، عايز اقول لك عشرات الكتب كلها جايه ومتلخصه غير عندك ومتقدمه لك على طبق من ماس. النهارده احنا هنتكلم على ستادي بلان، الاس يعني ستادي، عشان كده هتلاقيني كاتبها لك تحت الاس على طول في السلايد. مش ستادي بلان، لا ستادي تكنيك. وفرق كبير ما بينهم، ستادي وي، ستادي ميثود، ستادي ميكانيزم، عشان في الاخر كل ده نخلينا سوبر هيرو كده وبنذاكر باقل مجهود. طب البلان، لا البلان اتكلمنا عليها في الكورس، بس الناس اللي معانا في الكورس قعدنا نتكلم بلان كبيره طويله عريضه، قلنا كذا اوبشن فيها، لو انت بتحب كذا اعمل كذا، لو انت بتحب كذا اعمل كذا، الصح انك تمشي في كل ماده ازاي، ما اجي اذاكر الموضوع ده لازم تذاكر الموضوع ده قبل ده، هات من الحته ديت الحته ديت عشان تبقى فاهم حلو قوي. عملنا بلان لكل حاجه، فبالتالي خلاص الموضوع بقى واضح جدا 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 معانا، لكن فاضل نقطه الطريقه بتاع المذاكره. فالنهارده انا جاي اكلمك على تكنيك، جاي اكلمك على ميثود، جاي اكلمك على ميكانيزم للمذاكره اقصد بها ايه، او بمعنى ادق لانك تورجنايز المعلومات السورس الكتاب اللي انت بتذاكر منه. تمام، الحمد لله احنا في كورس كلينيكال عملنا ابجريد جامد جدا، وكل فيديو وراه البي دي اف بتاعه. فان شاء الله الكلمه اللي انا كنت بقول لك مش محتاج تفتح كتاب وتقدر تحلها على طول، دلوقتي مش هتبقى مجرد سجشن مني، ده هتبقى واقع باذن الله لما يكون معاك ملفات البي دي اف كلها. طيب نبدا بقى نسمي اللي انا هعمل لك ايه في الفيديو ده. طبعا الفيديو ده كالعاده كعاده اي حاجه ده هيعمل منتال تشينج. في ناس بتقبل تغيير طريقه ترتيب دماغها، وفي ناس بتريزيست على طول وتخليها في حاجه اسمها سيف زون جوه مخها، لا اللي انا اتعودت عليه خليني بيه، دي طريقه مذاكرتي من زمان من اولى اعدادي او من يمكن من خمسه ابتدائي او من اولى ابتدائي حتى وانا ماشي على كده. فطبعا لازم يكون في ريزيستنس من بعض الناس، فبقول لهم الفيديو ده مش ليك لو انت مقرر كده من الاول خلاص. اما الناس اللي هي فعلا محتاجه تغير وعارفه ان في طريقه اسهل عليها، او مجرد ان في طريقه اسهل من اللي هي بتعمله حتى لو هي بتعمله سهل، الناس دي اكيد اكيد هيبقى عندها استعداد ان هي تغير وتستفيد من الكلام ده. وكالعاده زي ما بتعمل اي حاجه جديده، فانت وعلى علمك على الكميه الجديده ديت، لو في 100 واحد بيسمعوا بتلاقي 50 بيتحمسوا ان هم يعملوا، 50 منهم 10 بيقولوا يلا نعمل، ويبداوا يعملوا فعلا ويطبقوا الكلام وينفذوا. من ال 10 دول بتلاقي واحد او اثنين هم اللي بيكملوا، وده طبيعي جدا في طبيعه البشر، فده اكسبتد. فما انا الا ان انا جاي اقول لك اعمل 1 2 3 وما عليك ان انت تبدا تنفذ، ويبقى عندك نفس انك تكمل في التنفيذ، او ان انت قرر خلاص يا عم انا مش عارف اعملها فبالتالي مش هكمل. اب تو يو، ده قرارك انت. تبقى عارف من الاول ان انت لازم تيجي تطبق اي حاجه جديده هيبقى في شويه ريزيستنس، في شويه الكسل انك تروح لطريقه جديده، لكن اب تو يو. انا بقدم الهديه اللي عندي، واللي هياخدها هم قله قليله، واللي هيسيبها هما كثرة كثيرة. طيب
النهارده هيبقى في كميه تدريبات عمليه. يعني انا لا هقوله لك، مش هقول لك كلام نظري، الكلام ده اقول لك الكلام ده مش كلامي، الكلام ده الناس بتتكلم فيه من عشرات السنين. ليه؟ لان الكلام ده مش مجرد طريقه مذاكره للاطباء مثلا عشان تبقى فاهم، او اطباء التخدير، مش اطباء التخدير بس، لا ده كل الاطباء، ومش كل الاطباء، اي حد في الدنيا بيذاكر، مش كده بس، ده اي حد في الدنيا عاوز يبقى لما يجي يدخل معلومات يدخلها بطريقه اورجنايز اكتر. يعني الكلام ده لو جبنا اي حد بيتعامل مع كتاب في الدنيا يقدر يطبقه، فما بالك انت بقى وانت واحد من الكريزه من الصفوه بتاع المجتمع، وما شاء الله المنتال ستاتس عندك مش عايز اقول لك فين، في السماء، حسب السماء دي فوق ولا تحت. المهم يعني خلينا نبدا على طول. النهارده في تدريب جامد جدا، انا مش جاي اكلمك كلام نظري، انا هقول لك على التكنيك. الحاجات دي انا بعملها مثلا بقالي 11 سنه ولا حاجه، فالحمد لله اتعودت عليها جدا، بقى ما اعرفش اعمل غيرها. وهجيب اكزامبل في الاول، هتلاقيني زي ما بتجيب لك مثلا مساله كده واقول لك يلا احلها لك، انا هوصلك لليفل في اخر الفيديو ده ان انت اللي تنفذ، تخيل. اقول لك يلا اعمل معايا اللي انا علمته لك، 1 2 3. فالناس اللي هتوصل اخر فيديو 1000000%، بشوف مش بقول لك 100%، ان شاء الله يا رب باذن الله يحصل شيفت في طريقه مذاكرتهم، ويحصل ابجريشن مثلا 100%، والكيرف بتاعهم بدل ما كان ماشي كده ان شاء الله هيبقى كده السمع باذن الله. طيب خلينا نبدا على طول، بسم الله الرحمن الرحيم. اول سلايد معانا، كلام كله عملي جدا. اول سلايد، انت داخل على اي موضوع دلوقتي زي الشجره الجميله دي، لما تيجي تبص عليها فنان، انا صح انت كمان فنان. فالشجره دي لها جذر جامد جدا، اوكي، بذور موجوده في الارض، وبعدين بتطلع بصاف، وبعد كده بتديك فروع، وكل فرع يديك شويه فروع صغيره لغايه ما اخر حاجه الاند برودكت هي الثمره اللي موجوده فوق خالص. ده طريقه ترتيب اي سبجكت، اي موضوع عندك نفس الكلام. فاول حاجه وانت بتذاكر لازم تعرف السكيلتون من بره، يعني ايه الهيكل بتاع الموضوع، يعني ايه سكيلتون. اول حاجه تشوف عناوينك ايه، بمعنى ادي العنوان اهوت الكبير وليكن مثلا، ده اول حاجه في ترتيب دماغنا يا شباب. إيه احنا بنتكلم على ايه مثلا؟ بنتكلم على نيورو بروتكشن. نيورو بروتكشن حلو، ازاي نعمل بروتكشن في عيان نيورو؟ هتقوم تشوف العنوان الكبيرة، ففي عنوان كبير الثاني الثالث الرابع، حلو. العنوان الثاني طالع منه عنوان كذا وكذا وكذا، انت لسه ما تعرفش اي حاجه عن الكلام، انت ما تعرفش هما بيتكلموا في ايه، بس فاهم على الاقل ايه هي السكيلتون بتاع العنوان ده. بالظبط زي ما تكون رايح مول جديد مثلا على حاجه وعايز تستكشفه، فبتمشي فيه عشان تعرف السكيلتون بتاعه، او بتبص على الماب بتاعته عشان تعرف والله ده الدور الاول، المحلات اللبس كذا في كذا وكذا وكذا في السيكتور ده، الفود كورت موجود في السيكتور اللي فوق، الالعاب موجود في الدور كذا وهكذا، تمام نفس الكلام. فبتعرف السكيلتون بتاع الموضوع، عناوينك ايه، العناوين حضرتك اعرف بس العناوين، ده اول خطوه. عرفت ان العنوان الثاني طالع منه 3 عناوين فرعيه، ماشي، تحت كل عنوان بقى في باراجرافات، سيبك من باراجرافات خالص، انا بعرف السكيلتون. عرفت ان العنوان الرابع طالع منه عناوين، وده اللي انا بعمله معاك في الكورس على طول لو تاخد بالك، اقول لك رتب دماغك، احنا عندنا في النقطه دي عندنا عنوان كذا وكذا وكذا. يعني مثلا تيجي اقول لك على السي بي اف اللي هو سيريبرال بلاد فلو، هقول لك عندنا عنوان مثلا الفاكتور بتاع السي بي اف، ايه هي الفاكتور اللي بيعتمد عليه؟ عندنا عنوان اسمه فاليو، عندنا عنوان، شوف دي عناوين عناوين، عندنا عنوان ثاني اسمه كريتيكال، يعني ايه كريتيكال، ماشي، وعندنا رابع عنوان الاخير اللي هو ريجوليشن. هاجي اقول لك على الكريتيكال طالع منه 3 عناوين او 4، فاقول لك والله عنوان كريتيكال، يعني ايه كريتيكال، ديفينيشن بتاع الكريتيكال، ليه كريتيكال اصلا، انا شرحت لك الباثوجينيس بتاع الكريتيكال، ليه ايه اللي بيحصل فيه، ليه عند الرقم ده فيه مشكله. وبالتالي عرفنا اهميه ان انت لازم تتنقل للنقطه اللي بعدها اللي هي نقطه الريجوليشن، ده انا لازم احافظ ومنتين السيريبرال بلاد فلو عشان العيان ده. طب الريجوليشن بتاع عناوين ايه، كذا 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 كذا، فتجيب الموضوع بشكل هرمي كده جميل، تلاقي مخك عارف يعمل عمليه منتال تشينج في المعلومات، وعارف يتحرك بسهوله لما بتبقى عارف العناوين بتاعه. الكلام ده هيفرق معاك وانت بتكتب ريتم، وانت بتتكلم اورال، وانت بتمانج عيانك، وده اهم حاجه في الموضوع. احنا مش جايين هنا الكورس ده، كورس هدفه ايه؟ صناعه وحوش التخدير، هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. فبالتالي انا هدفي عيني على حاجتين، امتحانك تكون وحش في الامتحان، عينك العيان ده يدعي لك، حتى لو العيان ده مش عارف هو عملك ايه، يكفي ان ربنا عارف ان انت كنت احسن واحد تخدره، واكتر واحد طلعته بسيفتي وهابنس. وانا قلت لك نقطه الهابنس ديت، في ناس بيفرق معاهم سعاده العيان، في ناس ولا اصلا عارف يعني ايه سعاده، ده مش فارق معاه سعادته هو شخصيا، هيفرق معاه سعاده العيان. فاول خطوه ان احنا نعرف السكيلتون. طب ندخل على الخطوه اللي بعد كده، وهي الاصعب، وهي اللي عامله مشكله مع الناس،
الا وهي ايه يا شباب؟ نيجي بقى تحت العنوان. جينا للعنوان ايا كان، عنوان فرعي عنوان رئيسي، بعد ما عرفت ايه عناوين وايه الهيكل بتاع الموضوع، وده بمناسبه السكيلتون اهو، ماشي، عرفنا السكيلتون. عايزين بقى ندخل على الجزء الاصعب. جوه كل عنوان بتلاقي بقى الباراجراف العظيم اللي هو لازم ننسي في نصب باراجراف بقى ايا كان، وتك تك 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 ويقعد يغير غير غير، او تلاقي كتاب محترم شويه عامل لك باراجراف اصغر، او كتاب محترم اكتر عاملها لك بصوره نقط، بس يمكن الشرح مش وافي لانه عامل نقط، بس انت مش عارف النقطه دي جت منين. زي ما اي حد كده تروح كانه واحد بيفتح لك الكتاب ويقرا معاك ويقول لك يلا يا جماعه اسباب كذا 1 2 3 4. طب يا عم فهمني، هو كده احنا مش جايين نفهم ده بيعملوا كده، لكن عندنا في الكورس كل نقطه انت الحمد لله شاربها، وده اللي يفرق بينك وبين دكتور تخدير غيرك، حتى لو شاطر او عارف المعلومه لكن انت شارب المعلومه، فاهم اصلا، تعرف تلعب بالمعلومه. فبالتالي احنا مطلوب مننا دلوقتي نمسك الباراجراف الغبي ده واللي هو بيتعبكم في المذاكره ونحوله لحاجه لذيذه جدا. بالنسبه لفيلم اسمه كوكو، ده فيلم رائع جدا، انا عايز اتفرج عليه من امتع الافلام. احنا دلوقتي قدام مهمه صعبه، الا هو ان الباراجراف ده كده كتاب، ده صوره مثلا، وخلي بالك كل الصور اللي انا جايبها لك النهارده هي صور من كتب تكست بوك محترمه الناس كلها بتذاكر منها، وهديك اكزامبل لحاجه حيه، هو هديك اكزامبل لواقعنا واوريك ازاي ان احنا نقدر نغيره. الشكل بتاع البروجرام ده اول ما تبص عليه هل ده بيتناسب مع طبيعه مخك؟ تعتقد يعني انت ساعه ما تحفظ الكلمتين دول وتفهمهم وترتبهم في دماغك وسيب الموضوع يوم 2 3 اسبوع شهر تيجي تفتكر اه هو الموضوع ده كان فيه ايه البوينت اللي جواه، طب الباراجراف ده كان بيتكلم عن ايه عنوان وعن ايه كلام. انا بكلمك عن الكونتنت دلوقتي، انا سبت السكيلتون ودخلت في الكونتنت، تمام؟ فيبقى حسب طريقه مذاكرتك هتعرف تسترجع المعلومات بطريقه كويسه ولا لا. ودي فن انا علمته لك، ويمكن انا كنت بكلمك فيه كتير في الكورس، بس ده هرتبها لك دلوقتي. الريكولينج، ريكولينج بتاع الانفورميشن، يعني انا دخلت معلومه دلوقتي وعايز استدعيها، فكره الميموري، هاو تو اورجنايز يور ميموري، هاو تو برولونج، ازاي تحول الذاكره بتاعتك من شورت تيرم الى لونج تيرم ميموري، ازاي تخليها محفوره. الكلام ده انا مديهولك في السبكونشس جوه الكورس معايا وانت ماشي واحده واحده، عشان كده بقول لك الكورس ده بيقدم لك حاجات اكبر بكتير من معلومات، احنا تعدينا الليفل ده من زمان، تمام؟ وحوش التخدير يستاهلوا ياخدوا ليفل الوحش في كل حاجه بتتقدم، في طريقه مذاكره، في ترتيب دماغ، في طريقه تفكير، في معلومات انت يعني عارف اصلها، فبالتالي انت مستمتع. عشان كده الحمد لله الناس اللي عرفت تتعامل مع الكورس مع الفيديو كويس واسرع مرحله الاستمتاع. طيب ازاي بقى نقول بالظبط كده؟ زي ما اديك مثال تاني، واحد ما يجي يرتب الدولاب بتاعه يبقى انعكاشه خالص، احس ان انت كان في شويه فراخ موجوده هنا من شويه، واحد تاني بص على الدولاب بتاعه لا ده مرتبه جدا وعارف ان هنا في ايه، في الحته الاماميه الدرج ده في ايه، وحاطط الشرابات هنا، حاطط هنا كذا، فبالتالي حتى لو هو مش شايف ممكن يمد ايده على حته معينه وعارف هو هيطلع ايه. ممتاز النظام، حسب ما انت بتدخل المعلومات بطريقه منظمه، حسب ما انت تقدر تعملها ريكورنج والميموري بتاعتك تبقى جيده جدا. اللي انا جاي اكلمك فيه دلوقتي هاو تو انبوت الانفورميشن بتاعتك، بكلمك في الانبوت لان انت لو دخلت المعلومات بطريقه صح تتناسب مع طبيعه مخك حضرتك هتعرف تطلعه وتعملها ريكورنج حلو جدا. طيب الطريقه دي بتاع الباراجراف، ان الواحد يذاكر بالباراجراف ويبقى في باله الفوتو ميموري بتاعته، خلي بالك مخك بيعترف بصور اكتر مليون الف مره، فالفيتو ميموري بتاع الباراجراف ده هنا اه باراجراف كان فيه 3 4 سطور، باراجراف واحده كانت 4 سطور، وكل موضوعات مذاكرته كلها باراجرافات، استحاله بلاش استحاله دي نسبه 90% بعد فتره اسبوع بالكتير هيبقى ناسي، بعد شهر، بعد 3 شهور ايه ده هو اصلا الموضوع كان فيه ايه، لانه دخلها بطريقه غلط. الانبوت اللي حضرتك بتدخل بيه المعلومات غلط، عشان كده بقول لك لازم طريقه البروجراف اللي انت بتذاكر بيها، لو حضرتك لسه بتذاكر بيها او حضرتك بتذاكر بيها، وانا عارف شريحه كبيره من دكاتره تلناوا بيذاكروا باسلوب البروجراف، فلازم تنسفها، ده غلط، ده لا تمشي مع طبيعه مخك. بصوا يا شباب، المخ اهو بمنتهى البساطه الدندرايت ادي النيرف سيل، وطالع منها دندرايت كتير وتنزل بعد كده وبعدين تلحم في اللي بعدها، في يعني في تلقائيه، في طريقه تساعد على التدفق. طب طبيعه المخ دي ما تمشيش تماما مع الباراجراف. طب حلو يا دكتور، ما انت دلوقتي عايز تقول لي سيبك من اسلوب الباراجراف لازم تنسفها، اعمل ايه؟ هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه، وكلام عملي، واستعد معايا ان انت جاي تتدرب، يعني انت هتوقف الفيديو كذا مره عشان تبدا تابلاي الكلام ده، عشان اوريك انه كان بي ابلاي، ده مش جاي اكلمك في كلام وهم، ده كلام اللي بيعمله هوب بتفرق معاه جدا في السماء، اللي بيعملوش ما زال يعاني وسيظل يعاني. طب نشوف السلايد اللي بعدها.
خمس طرق يا جميل عشان خاطر نحول باراجراف الى طريقه يعني مور سيتبل للبرين بتاعي. ده بالعكس هي مش بس انسب للبرين، امتع للبرين. جيب لك خمس فراولات، كل فراوله بتقولك على طريقه معينه. طب انا لازم اعمل خمس فراولات دول خمسه ميكانيزم، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه؟ لا طبعا، لا بكتر خيرك. في ناس هتعمل الخطوه الاولانيه وتقف مش هتعرف تعمل الثانيه، في ناس هتعرف واحد واثنين، في ناس هتعرف تعمل من واحد لخمسه. حسب ايه؟ مش قدرات، الموضوع سهل جدا. انا بعلم ولادي يعملوه، فبالتالي انت حضرتك تقدر تعمله بمنتهى الحرفيه. الفكره في النفس الطويل. في واحد يقول لك لسه اقعد اعمل، طب خليك اركن حضرتك على جنب، خليك بقى بالاسلوب بتاعك، بقالك 40 سنه بتجرب الاسلوب بتاعك، عمل لك ايه؟ ما زلت تعاني. طب ما تغير لطريقه اسهل واجمل، ده انا اثبت لك ان هي اسهل من اللي انت بتعمله. طب ايه الخطوات؟ شرح الخطوات ده هو اللي جاي في السلايد الجاي، بس اقول لك عليه. اول حاجه انك بتحول الجمله الى كلمه، اسمع بس مني العناوين وخلاص، الجمله الكلمه. ثاني حاجه ان احنا باللاند مارك كلمه. ثالث حاجه الوورد دي بنحولها لصوره، ولازم نوصل للمرحله دي. فانت ما تقوليش هقف في مرحله واحد واثنين، اضعف الايمان لازم توصل لمرحله الايمج دي. طيب الصوره بنحولها لموفي، لو عملتها تبقى انت عبقري، وده بيزود الروح الكرياتيفيتي عندك. بعد كده بنعمل جوينينج زي بالظبط كده، الجلوميرولاي كانت بتلحم بتدخل بتلزق في التبيون. مفيش حاجه اسمها الجلوميرولاي لوحدها ملهاش اي لازمه، مفيش حاجه اسمها التبيون لوحدها، لازم نحط الاثنين على بعض. فلازم ننقل من المعلومه اللي بعدها بسلاسه وتلقائيه ونحطهم على بعض. طيب عايزين ادينا امثله يا دكتور الكلام اللي انت بتقوله؟ حاضر، هو اصلا الفيديو كله امثله. تعالى بقى مع بعض نتدرب، نشوف نعمل الكلام ده ازاي. انا في كل مره اجيب لك باراجراف معين واقول لك اقرا باراجراف كده حضرتك، ماشي، وخليك انت تعمل بوز الفيديو عندك وتقرا باراجراف، وبعد كده اقول لك احنا مطلوب منك ايه. المطلوب منك ده مثلا باراجراف بيتكلم عن البروبوزيشن في الاناسيس، حلو الكلام، وبدا يتكلم. عندنا باراجراف ده سطر 2 3 4 5، مين انسب؟ هل ادخل جوه مخي، اشغل مساحه تخزين في ذاكرتك الرامات بتاع مخك، واقول البروسيسور بتاع مخك يلا حضرتك المفروض تعرف لي خمس سطور، ولا يعرف لي خمس كلمات؟ لا طبعا مهمه الاسهل ان انت تدخل كلمات. عشان كده مهمه رقم واحد ان انت هترانسفورم ده اول فراوله عندنا. لان النهارده اديك فراوله ترانسفورم ايه لايه؟ ترانسفورم السنتنس ديت، الجمله الطويله الغبيه الباراجراف ده، الى كلمات. ومفروض ان انت حضرتك تجيب مين؟ الفي اي بي وورد، يعني الكلمه المؤثره جدا ما ينفعش تستغنى عنها. وعايز اقول لك في جمل اصلا انت مش محتاجها عندك في انها دخلها في مخك، مش كل ما يقرا هتهتم بيه. طب تعالى نضرب، ادينا مثال على كده. مثلا لو كبرنا شويه كده وعملنا زوم ان، بعد ما عملنا زوم ولاد الانديكيشن اوف او فور مانجنج الكريتيكال كير بيشن ان ذا بروبوزيشن ار ديسكاس بيفور، السطر ده احنا مش عايزينه خالص، ماشي، نطلع اللي بعده. سيرجيكال انديكيشن ار، بتكلم على سيرجيكال انديكيشن. فانا توقعت وانت المفروض ما تحطش خط في الاول، بس عادي، المفروض الخط ده هحطه اللي هي الخطوه بتاع لاند مارك. الكلام المهم انا اعمله لاند ماركينج. طب هعمل لاند مارك الكلام المهم ازاي؟ انا دلوقتي بحول الجمله الى كلمات. لاند ماركينج يا اما بلون وده الافضل، يا اما بخط. اعمل اندرلاين ليها كده، حط خط تحتها، او بماركر كده وتعمل ليها لون عليها او تحتها، ايا كان زي ما تحب. حلو الكلام، الالوان افضل بكتير يا جماعه، خصوصا الالوان الجذابه، ماشي. طب جذاب يعني ايه؟ يعني بتعمل استيميليشن للمخ، زي اللون الاصفر البرتقاني الكلام دي، الفئه دي. الاحمر بيغمقها شويه، الاخضر فاتح جميل، المهم اللون يكون مروح للعين وفي نفس الوقت يكون جذاب. اقواهم طبعا هو الاصفر. طيب السيرجيكال انديكيشن، فعملنا خط تحتها لان انا توقعت هيتكلم في الانديكيشن بتاع البروبوزيشن. ار فور ذوز اوبريشن كومبلكس، فين؟ لا السطر الثالث. ذات كان بي دون ان نو اذر واي، برضه كل الكلام انا مش معاه. ساتش از، وده الكلام المهم. ساتش از ايه بقى يا سيدي؟ لمبر مايكرو ديسكتومي، يبقى كده اللمبر ديسك اهو، اند مور كومبلكس سباينال سيرجري، فاحط خط هنا. وقال لك اوبريشن زي التندو اكيلس، ممكن برضه نعمله في البرون بوزيشن تندو اكيلس، لا خليها خط تاني. لو تلاحظ ان انا حتى وحده اللون، يعني سيرجيكال انديكيشن كانها بقت لون، وانواع العمليات لون تاني لو تقدر تعمل كده. افرض انت ما عندكش لون واحد، ماشي يا معلم، احسن من مفيش. لون واحد ماشي عادي جدا. انا عايز اقول لك انا ممكن اعمل سلايد كامله بلون واحد، اسود اخضر احمر ازرق، اللي يعجبك. المهم ان انت تورجنايز البرين ده، ما ينفعش تدخل حاجه اسمها باراجراف. والناس بيعملوا الهيمورويد بالطريقه ديت، يعني بيفضلوه بعض العينين، ده كله ملوش اي لازمه. يبقى اذا بدل ما كنت ادخل باراجراف مكون من ست جمل، انا لسه في البدايه، انا لسه في الف ب اللي جاي ليفل اعلى بكتير، ماشي. عشان كده قلت لك لو انا هلخصها هكتب كده الانديكيشن بتاع البروبوزيشن، واكتب مثلا اربع عمليات اللي انا عليه، اللمبر ديسك وده اول واحده، كومبلكس سباينال سيرجري، اي حاجه ثانيه مش لازم لمبر ديسك بس،
اي حاجه في الاسباين، ممكن يعمل التندون اكيلس، ممكن يعمل البايرز بعض العيانين. وممكن اقسمها، ارجع اقسمها، هو قال ان واحد واثنين ده لازم تكون برون، اما مثلا تندون اكيلس وبايرز فده ممكن ما يبقاش قوي، يعني مش ابسولوت، ممكن ريلاتيف. فدي طريقه تنزيل. فاجي جنب الحته ديت من باراجراف وابدا اكتبها بخط صغير الانديكيشن 1 2 3 4 بس كده. بس ادي طريقه، بالله عليك مخك يبقى سهل عليه وامتع له. احنا بنتكلم على السهوله، حتى خليك حتى على ليفل السهوله، بلاش يا سيدي ليفل المتعه ده انت مش هتوصل له في اول ما تبدا. انك تعملها بالشكل ده ولا تخليها بصوره باراجراف؟ طبعا تعملها بالشكل ده. طيب ندخل على اللي بعدها. عملنا لاند ماركينج، هايت لاين، ولا مثلا عملت اندر لاين، ايا كان هايت لاين او اندر لاين، الطريقه اللي تعجبك. شوف اللي بعدها، الليفل اللي بعده. الليفل اللي بعده اللي هو برضه ترانسفورم، بس المره دي ترانسفورم ايه؟ الوورد ماشي لايمج، هنحولها لصوره. ليه؟ لان اصلا بص، انا اول ما اقول لك فيل اللي بيجي في بالك، هل بيجي في بالك كلمه فيل كده، ولا بيجي في بالك صوره الفيل نفسه، صوره الفيل والزلومه والكلام ده كله؟ صوره الفيل طبعا، لان مخك يعترف بالصور ولا يعترف بالكلمات. عايز اقول لك ان الحقيقه اللي حضرتك مش مدركها، لو مذاكرتك كلها كلمات فانت كده بتزود اللود على مخك. عارف ليه؟ لانه بيحول الكلمات بعد كده، المخ بيعمل بروسيسنج للكلمات دي، يحولها الى صوره. هو متعرف على الفيل في صوره فيل، هو متعرف على الفشار في صوره الفشار، بيتعور على الكنز في صوره الكنز، النظاره في صوره النظاره. فبالتالي مش بس صوره امتع للبرين، ده هو اصلا عايز اقول لك على المفاجاه، لا يعترف الا بالصور. حضرتك الكلمات والاورجانيزيشن بتاع الكلمات على المخ عمليه معقده جدا، لكن الصور بتبقى امتع واسهل بكتير. فانت دلوقتي بتقول لي يا دكتور حول الكلام اللي انت كتبته لصوره، طب انا ما بعرفش ارسم، انا مش فنان. يا عمي ما حدش فنان، اعمل اي شخبطه تفكرك بس. طب بص، نفس الباراجراف قمت عملت لك صوره، عملنا ترابيزه عبيطه كده اهوت، وعرفنا الترابيزه تحس ان هي كده ايه، موقد ذهب يعني، وعملنا العيان راسه لتحت فتحس ان هو ده برون بوزيشن، يعني ده صوره توحي ان ده برون. لا تماما، انا قاصد ان هي لا توحي لك ان هي برون، بس انت هتكتب عليها برون يا سيدي. قمت عملت فتحه في ظهر العيان وكتبت هنا سباين سيرجري، وعملت هنا يا سيدي حته كده في التندون اكيلس عشان افكرك بالتندون اكيلس، بس رسمه صغيره مش هتاخد منك دقيقه ايه، والله ما هتاخد منك كام ثانيه. وتكتبها جنب الحته ديت، تعمل عينه اهو راسه لتحت، وادي ايديه رجليه، وتعمل شرط هنا وشرط هنا، وتكتب هنا سباين سيرجري، وتكتب هنا تندون اكيلس بس. فمخك هيفتكر دي ساعه لما تقول برون، ايه العمليات اللي فيها برون، على طول هيحصل ريكولينج للصوره اللي انت دخلتها جوه مخك، فوق في السباين، تحت في الرجل ماشي، تندون اكيلس، وانت نظمتها حته فوق وحته تحت. تمام، بقت اسهل بكتير. طب ندخل في ليفل احسن من كده، احنا قاعدين ننتقل بسلاسه من ليفل اللي بعده. طيب ادينا امثله ثانيه. بص يا جميل، مثلا انا هديك صوره عشان اقول لك مدى تاثير الصوره. ده صوره بتعبر عن فيرست جري هارت بلوك، ماشي، اللي كان بيحصل فيها خالص ان الاي نود مش عارفه توصل او بتتاخر فيها باثولوجي معين ما بين الاتريم والفنتركل، ادي الاتريم فوق ادي الفي تحت، فبالتالي مش كل الامبرس عارفه تنزل للفنتركل في وقتها. انت عملت البي يا سيدي زي الفل اهوت، لكن تستنى بقى لان يجي لك الكي ار اس، بتيجي متاخره قوي. فصوره زي كده اول ما تفتكرها وتفتكر الحدث اللي فيها والاكشن اللي حصل والكومنت والايحاء اللي موجود في الصوره، انت مش لازم تعملها، انت مش لازم تعملها، بس على الاقل تفكر مخك بيه. تيجي ده البيت بتاع المطعم بتاع البيتزا، وطلع الدليفري اللي احنا بنسميه طيار دليفري، طالع واتاخر قوي في توصيل الطلبيه، واحنا مستنيين فين الكيو ار اس، لسه ما جاتش، فين الكيو ار اس، لسه ما جاتش، جت متاخر خالص. فالايحاء والاكشن وده الليفل اللي انا بقول لك عليه، انت ما بتعملش خطوره بس، اعمل فيها اي كومنت من خيالك، عرفت تعمل اوكي، ما عرفتش مش مشكله. لكن المنظر ده هيفكرك عامل البيتزا اللي متاخر في التوصيل وطالع من البي ولسه ما وصلش الكيو ار اس، فالكيو ار اس هيوصل لها متاخر، ففعلا هنوصل الكيو ار اس متاخر لان في دروب دي بيت هنا. فده يا سيدي اللي بيفكرك بالفيرست ديجري هارت بلوك مثلا. فالاكشن ده اللي حصل ده احسن بكتير، غير ما يجي يكتب لك كده فيرست ديجري هارت بلوك، اللي بيحصل فيه برولونجيشن البي ار انترفال بس، كل الناس حافظاها كده كلام. لكن اما بعد اللي انت شفته والاكشن والتخيل الجميل ده، لا الموضوع بقى فارق جدا. شوف برضو صوره ثانيه، صوره جدا بتعبر عن كل لونج فوليوم كباسيتي الناحيه دي سيدي، الاربعه لانج فوليوم الاساسيين، ده شويه لانج فوليوم احنا بناخدهم في النص، تحت شويه خدنا، فوق شويه اكتر بكتير، ده الانسبات ريزيرف فوليوم. طب احنا نقدر نطلع اكسبيريشن اكتر، نسميه اكسبات ريزيرف، في شويه قاعدين في اللانج تحت خالص في زيرو فوليوم. فده صوره كاريكاتيريه بتعبر لك يعني ايه لانج فوليوم. كل الناس بترسم لك لانج فوليوم بطريقه
كده وخلاص، لكن لما تجيبها جوه لندن لا، الموضوع فرق جدا، خدت منك وقت لا، خدت منك مجهود لا، ما عايزه مستوى من الابداع، مش مشكله، شويه شويه تلاقي مخك، مفاصيل مخك بتفك كده، وتبدا تبقى في ليفل تاني من الابداع، وتعرف تتخيل حاجات جميله جدا. تمام، حط اتنين على بعض بقى يا سيدي. حتى بص هنا، يعني هنا الاربعه دول قسمنا كل واحد بلون، كل فوليوم لوحده، لما حطيت لك فوليومين على بعض ويكتب لك عليها دك بس الجديده، خلاص ما انت تسهل عليك انك تفتكر بس الجديده. وثبت الالوان، لو انت بتستعمل الوان والالوان دي في مخك انت ثابته، فخلاص انت فاكر يعني ايه بايت الكباسي، ده عباره عن حاسه جمع ايه وايه وايه، يعني ايه توتال لاند كباسي، فالصوره بتفرق معاك. طيب ندخل في حاجه تانيه بعد كده، ندخل في رقم 9 مثلا، ديت سلايد من اللي انا عاملها. لو تلاحظ ايه اللي في السلايد دي، تجميع الحاجات كتير، هاو تو ستادي سمارت، يعني بلاش ان احنا نستخدم كلمات زي ما هي يا جماعه، استخدم الرموز. هنا بقول لك استخدم الرموز، يعني ساعات لما تلاقي انتر كريت اتنشن، مش كل ما تيجي تكتبها تكتبها انت كريت اتنشن، اكتبها كده اي سي تي. طيب حاجه زودت، حاجه نقصت، فاعمل زياده كده، حاجه نقصت كده. طب انت عايز تعمل بلود فيزل، بلود فيزل اهو، عايز تعمل فازل ادابتيشن دي دي، عايز تعمل فازل كونستريكشن تخلي الصوره صغيره تعبر عن فازل كونستريكشن، عايز تعمل برونكال ازمه فبتعمل برونكاي، رسم كروكي جدا اطفالي ماشي، تخلي واحده واسعه كده كبيره والناحيه دي تكون ضيقه قوي كده، وتعمل كده عليها فتعرف يديك الايحاء، مخك يفهم ان الحته ديت كونستريكتد، فهو ده البرونكال ازمه ماشي. عايز تعمل الباسل جينس بتاع الازمه فتدخل الحته ديت عشان تقول المصب كبرت، وتعمل هنا الجلاند كده كبرت هي كمان، وتطلع منها سكريشن كده كتير عشان يديك ايحاء ان في ثلاث حاجات في الصوره، السكريشن والجلاند والهايبرتفي او الجلاند كبرت والمصري سبيس، صح ولا لا؟ الصوره تغني تغني عن ألف كلمه، فلازم توصل لمرحله ان انت تحول الكلام لصوره. الكلام ده مش رفاهيه، هيبقى رفاهيه عند الناس اللي مش مقتنعه، سيبك خلاص انا مش بتكلم معاه، لكن ضروري عشان مخك يقبل الكلام، والله الموضوع بيبقى اسهل وامتع بكتير. طيب لما يجي لك مثلا احنا في موضوع السي بي اف اللي هو السريبرال بلاد فلو، شوف لو تلاحظ كده على الجنب، انا في اليمين اهو يا شباب اهو، لو تلاحظ انا عامل ايه العناوين، كاتب لك العناوين اللي تحت السريبرال بلاد فلو، اناتومي وفاليو كريتيكال ريجوليشن اللي انا كنت بقول لك عليه، ومعلم على الاناتومي، انا في خانه الاناتومي دلوقتي، وهتلاقيني في كل سلايد بعمل لك كده، كل سلايد بقول لك خلي بالك انا في العنوان الفلاني في الموضوع الفلاني، لازم تكون مخك مترتب كده، ليس رفاهيه، ده ماست، فاهمني؟ طيب تيجي مثلا عند الرسم بتاع السيركليشن او السيبر بلاد فلو، بنجيبه منين؟ هتقعد بقى تحفظ كلمات، لا نص سطر، نص صفحه قصدي، بتشرح لك سيركليشن جايه منين، مع انك انت مش محتاج نص صفحه، انت محتاج 2 سم ترسم فيهم سيركل اوف ايلز بس كده. فبنرسمها ازاي؟ مش لازم اكون مبدع عشان اكون رسام، انا اجيب لك كلها رسومات واقصد ان انا ارسم قدامك رسومات عبيطه بمعنى الكلمه، احنا عايزين حاجات كروكي. فقلت لك مثلا اعمل ادي ايدين عيان، وادي ترانك، وادي رجل عيان، بس يا سيدي ادي يا سيدي، فاضل الراس، الراس هنحطها فوق اهي. قلت لك الاثنين اللي تحت دول اثنين فيرتيبرال ارتري يلحموا مع بعض يديك بازلر ارتري، يطلع ايدين من هنا اللي هو الاند برودكت او الاند ارتريس بتاع البازلر، اثنين بوستيريور سيريبرال ارتري، ادي كده النص الايه؟ البوستيريور بارت اوف ذا سيركل، اهو ايدين وترانك ورجلين، وانت فكرت نفسك بطريقه. فاضل بقى راس الايه الشخص ده، احنا عملنا كده شخص كرومبه جميله كده وبيفكرك بسيركل فورس، نجيبها ازاي الراس دي؟ قلت لك على طريقه حلوه قوي، الكلام اللي الناس اللي مش معايا في الكورس طبعا هم ايه هيبقوا مستغربين او يعني مش عارفين الكلام ده، بس احنا الحمد لله خلصنا. الانتيرو بارت بقى من السيركل نعملها ازاي؟ فقلت لك يا سيدي ادي الكبير بتاعنا الميدل سريبرال ارتري اللي انا كنت احط عليه الدوبلر واعرف منه السريبرال بارت فلو ماشي، وميدا سيربرال سيدي بمنتهى البساطه طالع منه واحد لفوق واحد لتحت، واحد لفوق واحد لتحت، ادي الدايره خلصت. طب فاضل ايه؟ انك تربطها من فوق، عشان الاثنين اللي فوق زعلوا ونحرم من بعض كده وقالوا لا كل واحد يمشي في طريق، فقاموا خلاص نجيب واحد في النص ما بينهم كده، ادي الدايره. اقول لك انا اقصد ايه باللي انا عملته فوق ده يا سيدي، اقول لك بسرعه ده الميدل سيريبرال ارتر يا سيدي اهو، وادي الانتيريور سيريبرال ارتر، الاثنين دول كانوا بيجوا من الانترنال كاروتيد، الكونتينويشن بتاع الانترنال كاروتيد هو كان ميدل سيريبرال ارتر، فادي انتيريور سيريبرال مش كده لقدام وانتيريور سيريبرال مش لقدام. طب احنا عايزين يا جماعه نربط بينكم، فنجيب ارتر يقف في النص كده اللي هو انا قلت لك اكتر واحد بيضرب في السب ديورال في الهيتروما، يعني بيحصل لك سب ديورال بنسميه انتيريور كوميونيكيتنج ارتر. اوكي حلو، النص التحتاني، النص الفوقاني اللي جاي من الانترنال كاروتيد ماشي في حاله، والنص التحتاني اللي جاي من فيرتيبر وبازلر سيركوليشن او سيستم ماشي في حاله. يا جماعه انتوا كده لا، عايزين نلحم مع بعض، عايزين نعمل انستموز، فيجي ارتري سبحان الله ربنا يعمل لك ارتري يلحم ما بين الجزء اللي فوق من الدايره مع الجزء اللي تحت،
الارت ده نسميه ايه؟ يطلع من البوستيريور سيريبرال ارتري ويروح على الميديال سيريبرال ارتري، فيقول خلاص يا سيدي انا اللي وصلت ما بين الدايره او نص الانتيريور بارت والبوستيريور بارت، فنسميه بوستيريور كوميونيكيتنج ارت. يبقى انت عندك واحد انتيريور كوميونيكيتنج وعندك اثنين بوستيريور كوميونيكيتنج، الرسمه بتقول كل حاجه. طيب لما يجي لك سؤال في الام سي كيو على الرسمه دي ويقول لك هو مين الارترز اللي بتربط ما بين الكروت البارت والفيرتيبرو باسيلار بارت، وبالمناسبه الفيرتيبرا جاي من سب كليبيا ماشي، والاثنين طالعين من الاورطه تمام، حلو جدا ماشي، اللي هو سب كليبيا وهي الانتنا كروت او كوما كروت يعني حلو. فمن الرسمه بتقول اللي بيربط بين النص الاولاني من الدايره والنص الثاني، بلاش نص يعني، هو المفروض 3 5 ثلاث اخماس و50 ماشي، هما الاثنين دول. فالدايره الرسمه هتجاوبك على جمله الام سي كيو مش الكلام، فانت تقعد تقرا في البلس ابلاي 3 ساعات مثلا نص صفحه، ليه؟ اعملها رسم وخلص، ورسم كروكي وشوفها هندسيا ترتبها ازاي. اللي بيجي لك حل الجمله ديت في الام سي كيو اللي بيربط بين الانتيرو والبوستيريو بارت بتاع سيركل اوف فيلز هو البوستيريو كوميونيكيتنج ارت، يقول لك الانتيرو ولا غلط، الانتيريور بيلحم ما بين انتيريور سيريبرا وانتيريور سيريبرا، فده مش بيلحم ما بين، مش بيعمل كوميونيكيشن وانسموزس ما بين الانتيريور والبوستيريور بارت اوف ذا سيركل تمام، واضح. بس يبقى الرسم بيلخص لك الدنيا كلها، الرساله واضحه. طيب تعالى بقى نطبق الكلام ده بتدريبات اكثر عمليه، وفي اكثر طبعا انا اقول لك النهارده يوم تدريب كله تدريب. تعالى بقى اطبق لك نظام الوورد ونظام الايمج في رسمه واحده. طيب ده في بروبلم اورينتد، وده مثلا المقطع اهو، هسيب لك توقف الفيديو هنا، وقفه حالا واقرا الباراجراف وبعد كده تعالى معايا اوكي. طيب نرجع تاني بقى، الباراجراف بيقول لك ايه؟ بيتكلم على معلومات كلها ارقام، وده من النوع اللي بيزعج اغلب الدكاتره في المذاكره والحفظ، وللاسف سي ان اس الارقام فيه مهمه، من الشباتر الارقام فيه مهمه. في بعض الارقام انا هقول لك، انا قلت لك في الكورس دي مش مهمه قوي، لكن عندنا ارقام لا ده فايتال، ده اساسي يا معلم. طيب المعلومات دي بتبقى ازاي؟ ده كام سطر كده باراجراف ده؟ 1 2 3 4 5، لكن هو صعوبته مش ان هو 5 سطور ودخلهم المخ، لا ده كمان ارقام فصعب كمان نحفظها، فالموضوع لحد ما مرهق. لكن هو انت لو طلعت بالكونسبت اللي ورا الارقام ده كده رائع جدا. فانا اعمل لك الطريقه الاولانيه، طريقه ان احنا نحلل الكلام ده ونحوله الى وورز ماشي، والطريقه ان انا احوله لك الى ايمج وانت تشوف مين احسن لك. ده انا مش بخليك تختار، هو لازم تكون الصوره احسن لك، لازم تكون الصوره. ترتيب الكلام بعد الدش اللي فوق ده يا سيدي، رتبت الكلام قدامك هو زي ما انت شايف في ثلاث عناوين، البرين ويت والسريبرال بلاد فلو والسريبرال ميتابوليك ريت. هو كان بيقول لك ان حجم البرين، احنا بنتكلم ان انت حولت الدش ده الى كلمات منظمه، فانا لسه مرحله الكلمات اللي هو اول فراوله ولا ترانسفورم، وعملنا لاند ماركينج كمان للكلام المهم، خليت الكاتيجوري بتاع المعلومه الكبيره بلون زي ما انت شايف كده، والتفصيله بلون تاني، فده يعتبر نوع من اللاند ماركينج. مخك لما يجي يفتكر المعلومه، شوف الالوان اللي انت استخدمتها، هو ده اللي انت تفتكره صدقني، الوانك ورسوماتك وكلماتك اللي انت استخدمتها في المذاكره هو ده اللي انت هتفتكره. عشان كده بقول لك ما تتعبش نفسك، يعني الناس الزملاء الافاضل اللي مش معانا في الكورس اوكي عندهم الموضوع ده صعب، لكن انت السلايد جايه جاهزه لك، فليه تتعب نفسك؟ السلايد جايه جاهزه لك، خدها زي ما هي كده، وهو ده السورس بتاع مذاكرتك. انت لسه عندك نقله انك الصوره اللي مليانه في السلايد ديت ازاي تبقى مذاكرتك؟ ايوه هي المفروض تكون مذاكرتك صور اصلا. واحده واحده كده وهتلاقي نفسك في وقت من الاوقات خلاص فهمت الموضوع، وبقيتش تعرف تذاكر الا بالصور. رسم كروكي يا شباب، رسم كروكي، صوره تجمع فيها مليون معلومه وتراها ممتعه وسهله، والمخ سهل هوب كده، فوتو ميموري بتاعتك واو في السماء. طب انا ذاكرتي الصوريه مش عاليه، ما فيش مخ ذاكرته الصوريه اكيد مليون في المية اعلى من انك تفتكر كلمات، استحاله. وهوريك دلوقتي بالمثال. فالبرين ويت بيقول لك معلومه يوميه ان هو 2% من التوتال بودي ويت. طب بيوصلوا دم قد ايه؟ 15% من الكارديك اوتبوت. وبعدين فينا ارقام ماشي، بصراحه انا مش بشرح لك الكلام، انا بأورجنايز الطريقه معاك، بديك مثال. فتلاقي رقم في الاول يقول لك ان كل 100 جرام من البرين، وانا شرحتها لك وانا شغال معاك في كورس كلينيكال، مش معنى 100 جرام ماشي، بيوصل لهم في الدقيقه شويه دم حجمهم 50 مللي. طب لو احنا عايزين نتكلم على البرين كله مش 100 جرام، فاصلا البرين 1500 جرام، فيعني 15 مره الرقم ده، فما نضرب 50 في 15 يطلع 750 مللي تقريبا، بيوصلوا للبرين في الدقيقه الواحده. طيب
نسبة وتناسب لما تيجي تحسب لو كان ده قابض 5 لتر في الدقيقة في 750 يمثلوا 15%، ففهمنا جت منين 15%؟ حلو جدا. سيب لما تقول لك ريت مثلا المعلومة اللي هو كاتبها لك ان هو بيمثل 20% من التوتال بادي ميتابوليك ريت اوف اوكسجين، يعني التوتال بادي اوكسجين كونسبشن، يعني ده البرين بيستهلك لوحده 20% من الاكسجين، وكاتب لك ارقام ان كل 100 جرام بيستهلكوا 3.5 مللي، لو اتكلم عن البرين كله ب 50 مللي. تمام، حلو كده، انت رتبت معلوماتك جميل، لكن لسه فاضلك نقطه. فاكر الفراوليه اللي انا الرابعه، انا لا ما كانتش الرابعه، الخامسه اللي هي بتاع جويننج، انك تربط معلومات ببعضها. يعني في واحد اخره انه يعرف المعلومات، حلو قوي، عندي ثلاث معلومات هنا، البرين ويت كام في الميه، سيربرال فلو كام في الميه، السيربرال ميتابوليك ريت كام في الميه، لكن ما عملش الرابطه اللي هي الايزي موف. عارف لما تلعب شطرنج كده ويقول لك العب السهله، تيجي تلعب كوره كده تبصيها مباصيه جميله سهله كده، بلاش ما تعقدش موضوع نفسك. فاكر ما كنت بقول لك دايما كده باصي السهله، هي نفس الكلام. فاحنا عايزين نعمل ايزي موف في مخنا، يعني تقصد ايه يا دكتور؟ عايز ننتقل من معلومه لمعلومه بعدها بسلاسه ومنطقيه. شوف بقول لك بسلاسه ومنطقيه، يعني ما تحطش معلومات جنب بعضها، ما ترصش، يعني معلومه اسمها بادي ويت، معلومه اسمها سيريبرال بلاد فلو، معلومه اسمها سيريبرال ميتابوليك ريت، ثلاث معلومات جنب بعضهم، ايه العلاقه؟ هما دول يقربوا لبعض. ايوه هي دي، انا عاوزك تجيب العلاقه. فتقول ايه؟ شوف شوف الرابطه اللي انت لازم تعملها مع نفسك عشان تفتكر المعلومه، وده اللي انا بعمله لك. الحمد لله انت ما عندكش اي مشكله في القصه ديت وانت معايا في الكورس. الرابطه ايه؟ رغم ان البرين حجمه صغير جدا، بس 2% من توتال بادي ويت، الا انه بيروح له بلاد فلو تقريبا 15% كاردك ابوت، وده مش مثير للاعجاب قوي. هو سبحان الله طبعا، يعني حاجه جميله ورائعه، لان انت عندك اورجان تاني بتاخد نفس الكلام، كدني بتوصل لها حوالي 20% من كاردك ابوت، ماشي، الهارت، الليفر، الحاجات اللي هي البايت اللي هي ريتش بلس بلاي بيوصل لها تقريبا من 15 ل 20%. فده ميزه للبرين، لكن لم يتميز عن الاخرين. هو ده بيميزه عن الاخرين، ان البرين لوحده رغم البادي ماس او الماس بتاعته اللي هو حوالي كيلو ونص بس، الا انه بيستهلك، وده اللي بيتميز بيه البرين عن غيره من بقيه الاورجن، بيستهلك 20% من الاكسجين كونسبشن، يعني خمس الاكسجين اللي جسمك بيستهلكه لوحده البرين، رغم ان هو قد كده. كده انا ربطت المعلومات. طيب انا ربطت علاقه ده وده بالبادي ويت، ماشي، ان هو 2% بس، اربط ازاي من السيريبرال بلاد فلو والسيريبرال ميتابوليك ريت؟ لازم تربطها، الكلام ده مش هتلاقيه في الكتاب، الكلام ده هتلاقيه في الكورس معايا انا بس الحمد لله، لكن انا بعلمك ازاي تربط المعلومه ببعضها، لان الفيديو ده انا هنزله حتى بابلت كده عشان بقيت زمايلنا يستفيدوا ان شاء الله. السيريبرال بلاد فلو يعبر، يعني البرين هو يعبر عن الاكسجين سبلاي للبرين، لان هدف الدم اصلا في الاول والاخر يوصل الاكسجين، المين تارجت بتاعه، ماشي. والناحيه الثانيه انت لازم تشوف الاكسجين نيد، احتياجاتك يا عم البرين من الاكسجين قد ايه، لان لازم يكون في بالانس ما بين السبلاي والنيد، عشان طول ما البالانس ده موجود ما بينهم انت مش هتدخل في اسكيميا. لا قدر الله لو النيد زاد عن اللازم، انت بتخلي الاكسجين بيحتاج البرين يحتاج اكسجين اكتر والسبلاي قل عن اللازم، ده فكره الاسكيميا. والكلام ده مش على البرين بس، في كل حته، هذا هدفنا في العيان الاسكيميا كارد، ده هدفنا في العيان النيورو، ده هدفنا في العيان الرينال، ان انت تبالانس ما بين الاكسجين سبلاي والاكسجين نيد، اللي انت بتقول عليها كلمه ايه، بلس سبلاي والنيد، بلس نيد، لا هي الاكسجين سبلاي والاكسجين نيد، العمله الحقيقيه اللي بيتعامل بيها البرين مش البيتكوين، لا هو الاكسجين طبعا والجلوكوز. تمام، فاذا في رابطه ما بين كلمه سيريبرال بلس فلو وسيريبرال ميتابوليك ريت، يبقى انا كده ربطت بين الثلاث حاجات. هو ده الجوينينج اللي انا بقى نفسك تعمله، الايزي موف، النقله من اللي هو مفصله المعلومه، اتحركت من معلومه المعلومة اللي بعدها بمنتهى السهوله، منتهى طبيعي. برين حجمه صغير قوي، 2% من بادي ويت، كانك بتحكي قصه، الموضوع بقى ممتع شيق، وايه وانت لسه مرتبها بالكلام بس، لسه ما دخلناش في مرحله الايه؟ الصور. بيوصلوا بلاد سبلاي من الكارديك ابوت حوالي 15%. طب افرض انا نسيت الارقام، يا سيدي انسى، هو المفروض ما ننساش بس بصفه عامه، انسى الارقام بس ما تنساش الكونسيبت اللي ورا، الكونسيبت اللي ورا المعلومه. الا انه بيستهلك اكسجين بمعدل عالي جدا لوحده، بيستهلك خمس اكسجين الجسم. وكده البالانس ما بين السيريبرال بلاد فلو والسيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين، الاحتياج الاكسجين والصدار بتاع الاكسجين. ده طريقه الورطه. تعال نشوف طريقه الرسمه. شوف انا بديك مثال طريقه الرسمه. هتعمل برين صغير كده، شوف رسم كروكي عبيط، برين صغير كده محطوط فوق اهو زي ما انت شايف، فوق راس العيان، حلوه فوق راس العيان دي، وتكتب ان ده 2% بادي ويت، اهو 2% من كل بادي ويت، وعاملوا لك راجل عضل بقى وبتاع على اساس يعني تفتكر 2% بس. الا انه من الهارت الجميل ده، الهارت الجميل اهو بيطلع كاردك ابوت اهو،
ماشي، احنا بناخد بس منه للبرين 20 15 20%، فبس في الرسمه توحي ان ده الدم اللي راح للبرين، وتكتب تحتها 15 20% من كارتك اوت بس زي الفل، وادي البرين اهو رايح له، والدم حنفيات الدم بتنقط عليه، بلاش نقط يعني بلس سبلاي، ولو تكتب الرقم يبقى كتر خيرك، حلو قوي 750 لتر بالمينت. طبعا انا الحته اللي انا فيها معلم لك عليها بالاصفر عشان تعرف انا فين، ادي السيريبر بات فلور، الا ان هو بيستهلك اكسجين قد ايه؟ بيستهلك 20% فكتبها لك اوت من البادي ميتابوليك ريت اوف اوكسجين، فتفتكر ان البرين ادي خليه البرين جعانه، وكاتب لك كده واكتب العربي عادي ما تتكسفش، محدش شايفك براحتك خالص، خد راحتك، وبياكل بيلتهم الاكسجين اكل كده، انا جعان اكسجين. في معلومه ثانيه بيكلمك عنها في الباراجراف، الا هو يقول لك الريجنال بلاد سبلاي، بيقول لك 80% بيروح للمناطق الجري اللي هي مليانه نيرف سيل، و20% او 80 ملي لتر وهنا 20 ملي لتر لكل 100 جرام بير مينت بلاد سبلاي، بيسموها ريجن بلاد سبلاي. فانت تفتكرها ازاي؟ منطقه رمادي ومنطقه حواليها بيضه بس كده، مش محتاجه، فده ابيض وتكتب هنا 20 وهنا تكتب 80 بس، الموضوع سهل خالص. ولو معكش الا لون واحد تقدر تبدع، فشفت الرسمه كانت اسهل واحسن ازاي؟ رسمه زي كده تيجي هنا في البراجراف في الحته دي وترسمها في الحته دي يا سيدي، وبطريقتك وبابسط الطرق، مش لازم تكون فنان، كونك انك تمسك الورقه قلم وتشخبط شخبطه كده بس تنظمها شويه شويه تلاقيها اتنظمت معاك. وصل لكم الفكره يا شباب؟ طيب المره دي بقى انت اللي هتعمل بنفسك، يعني انت هتعمل ده تدريب اخير، ده اخر تدريب ليك في المحاضره ديت، ماشي؟ الباراجراف قدامك بيتكلم عن الفاكتور انفلوينس انت كان بريشر او انت كان تنشن، برضه وقف الفيديو اقراه، وانت المفروض تطلع الكلمات لو انت هتذاكر دكتوراه الكلمات كبدايه، وبعد كده هنبدا نرسمها، وبقول لك يلا يا فنان ارسم، ولازم ترسم، لازم ترسم عشان خاطر في الاخر تتعود وتكسر الحاجز ده، تمام؟ طب يلا وقف كده واقرا ونشوف ايه الكلمات المهمه اللي احنا هنختارها ونعلم عليها. طيب تعالى كده مع بعض نختار الكلمات المهمه جوه كل باراجراف. ايه بيقول لك؟ الاسقال البرين موجود في ريجيد بوكس، ماشي ادي ممكن اعلم عليه. فيها ايه بقى ريجيد بوكس؟ البرين تيشو والبلاد سي سي اف، فدي الكومبوننت بتاع الانتركاين تنشن، احنا بنعلم الكلمات المهمه. البرين عنده الكومبريسيبيليتي بتاعته قليله، اللي احنا سميناها الكومبرانس بتاعته قليله، فعالم على كلمه مينيمال كومبريسيبيليتي او كومبرانس، تمام؟ فبيقول لك ان عشان تعمل لو احد هذه الفاكتور اللي هو بلاد وسي اس اف وبرين تيشو حصل في اي بريشر زاد الضغط على اللي جنبه، بقيه الفاكتور صعب ان هي تبدا تعوض، البرين مش هيعرف يعوض، لان بنتكلم على برينك بقى، فهعوض اكتر واعمل كومبنسيشن اكتر في الحاجات الفلويد، تمام؟ انا مش بشرح لك، انا مش بشرح لك شرح مختلف عن الاسلوب ده تماما، لكن انا برتب الكلمات. فبيقول لك ان الكومبنسيشن فيري ليميتد سكوب، مش مهم قوي، احنا عوضنا عنها بكلمه مينيمم كومبرسيبيليتي خلاص. فبيقول لك انكريز ان فوليوم اوف وان كومبوننت، لو هتعلم على كلمه فوليوم وانكريز وان كومبوننت الاهم، وان مش كومبوننت، تمام؟ هيؤدي الى انكريز في الانتركرانيال بريشر، فعلم على انكريز الانتركرانيال بريشر، تمام؟ الا انليس، وعندي كلمه مهمه قوي اللي هي كلمه انليس، فوليوم اوف اذر كومبوننت ديكريز، فعلم على كلمه ديكريز وعلم على كلمه انذر، هما ده الكلام المهم اللي هو، وده طبعا ما تلاقي اسم نظريه او اسم عالم فده برضه مهم شويه، فانا علم على المونرو كده. طيب كمل مع بعض، انا دلوقتي بختار كلمات جوه الباراجراف، وبيقول لك this intracranial component or content consists of the brain، وبدا يقول لك يا سيدي نفس المعلومه اللي فوق، وبلاد وسي اس اف احنا عارفينها من فوق بس زود عليها حجم كل واحد، فعايز تكتب الاحجام كم مللي كل واحد كم جرام، اوكي زي الفل. وبيقول لك في فلويد بره كذا وانتركرانيال كومبرانس كيرف شون، وبعدين يبدا يعمل لك كده. طيب يبقى انا دلوقتي اخترت الكلمات اللي هي مرحله اولانيه، فعشان كده انت لو قعدت تصدق انت اصلا اخترت الكلمات، لما اجي ابص على الباراجراف عيني هتروح على الكلمات اللي انت اخترتها، مش هقعد الباراجراف كله، فمخي هيفتكر كلمه ريجيد بوكس وكلمه برين تيشو وبلاد سي اس اف، افتكر ان ده كومبوننت على الانتركرانيال بريشر، وهو ما افتكر كلمه مينيمم كومبرسيبيليتي، وافتكر ان انكريز فوليوم اوف وان هيؤدي انكريز انتركرانيال تنشن او بريشر انليس انذر ديكريز النظر فوليوم ديكريز، بس مخك هيفتكر الكلام المهم اللي انت معلم عليه، والنظريه دي بتاع المونرو كيلي، تمام؟ حلو قوي. وفي الاخر قال لك ان هو حجم كل واحد قد ايه ممكن يفرق معانا، او فريش قوي بس تفتكر البرين برينك اكبر واحده واخده حوالي 1.5 جرام، الباقي الدم كلهم 150 مللي سي اس اف كلهم في البرين حوالي 100 او 125، تمام؟ بس يا سيدي، فانت لو عايز تصغر صوره كلمات هتكتب الاتي، بس يا سيدي عايز تصيغ صورة الكلمات منظمة عن الهري اللي فوق ده هتعملها زي ما كتبتها لك في البوكس كده،
شوف كتبت لك ايه كده بسرعه، واستخدمت لون واحد عشان اثبت لك حتى لو معكش الا لون واحد انت تقدر تنظم الدنيا. ايه اللي انا كتبته لك يا سيدي؟ ان السكال بوكس فيها برين وبلاد وسي اس اف، وكتبت الارقام بتاع كل واحده، والثلاثه دول يشكلوا انتر كان اتنشن، وكتبت لك ان زياده الفوليوم في وان كومبوننت تعمل حاجه من الاثنين، لو في كومبنسيشن وده عن طريق ان نقص فوليوم اوف انذر كومبوننت، انت زودت في برين برينك ما حصل فيها زياده ازاي؟ برين تيومر. طب ايه الحل؟ اروح انقص الفوليوم بتاع الثلاثه كومبوننت بتاع الانتر كان اتنشن، اروح انقص الحجم بتاع البلاد فلو يقل شويه ما يدخلش عليا لان الريزيستنت عاليه، عشان الانتر كان اتنشن عالي عشان كده السيريبرال بريفيجن بريشر بيقل. شرح الكلام ده بيبقى في السلايدات بتاع الكورس، لكن انا بقول لك المعلومه ازاي هترتبها، او ان انت تروح تقلل سي اس اف. ليه ما تقلل سي اس اف برودكشن؟ لما ازود الدرينج، ازود الدرينج هخليه ينزل من، اعمل له ديسبليسمنت مثلا من البرين للسبانال كورد، امشي وابدا اصرفه كتير على الفينس سيركيليشن. بس سهله. طيب لو عملت الكومبنسيشن ده يبقى انت هتمنتين انتر كان تنشن. طب افرض الكومبنسيشن ما حصلش، او كان التشنج اللي حصل سريع قبل ما يحصل الكومبنسيشن، يعني لازم تدخل فاكتور التايم في الموضوع، فكده هيزيد انتر كان تنشن. بس شفت لما ظبطتها بالكلمات بقى الموضوع اسهل واجمل، وربطنا الموضوع وعملنا مفصله، يعني المعلومه انتقلت اللي بعدها بمنتهى السهوله والسلاسه، وبقى الموضوع في بالك حلو قوي غير ما انت تقعد تقراها كده في الاول، صح؟ طب تعالى نرسمها، يلا يا فنان نرسم. فنان ما بعرفش ارسم يا دكتور، ما فيش يا عم، شخبط شخبط شخابيط. ماشي، تعمل ايه؟ تقوم تعمل سكال كبيره جميله كده، برين قصدي، حلو، وتقوم تعمل رسمه كده تعبر عن البلاد، ورسمه كده تعبر عن سي اس اف. احنا مش عايزين رسم اناتومي، عايزين اي حاجه، وخلايا كده في النص تعبر عن البرين. فتفتكر يا سيدي ان ده بلاد وده برين برينكما وده سي اس اف الباسوي بتاعه، وتقوم تكتب ان الثلاثه دول يعملوا لك الانترا كرينيال تنشن، وتقوم تعمل كده. لو زاد واحد من الكومبوننت هنا فوليوم اوف كومبوننت، لو زاد وتيجي عند الحته دي تكتب اتعوضنا، يعني عملنا كومبنسيشن، وتقوم تعبر عن الكومبنسيشن بحاجه انت بتحبها، يعني مثلا واو اهو دراع كده لفوق، شوف رسمه عبيطه، او تعمل لايك عملنا كومبنسيشن، ولو ما عملناش نعمل ديسلايك، اهو ديسلايك يعني دي كومبنسيشن او نو كومبنسيشن. لو عملنا كومبنسيشن يبقى الانتر كان اتنشن يبقى 200، اما لو ما فيش كومبنسيشن هيزيد الانتر كان اتنشن بس. شفت الرسمه اسهل واحسن من الدش ده؟ طب مين خد وقت؟ الرسمه خدت وقت ولا انك تقعد تكتب كلمات؟ الرسمه. ولما المخ في الاخر حتى بعد ما تنظم تكتب كلمات لازم يحولها لرسمه. برضه اقرا البراجراف ده، بيتكلم ده بروبلم اورينتد، بيتكلم في الكابج، يقول لك الانديكيشن بتاع الكابج، وقف واقرا. انا اقول لك على طول الانديكيشن كلها ان عيان كان بيجي له انجينا، الموضوع زاد معاه، هعمل انجينا في النص واطلع اربع خطوط، واقوم اعلم على كلمه سوس انستيبل برولونجد بريزيستنت ريبيتد برينزيميتال، كلهم انجينا بقت انستيبل يعني ما بتروحش بالعلاج، او بدات تطول برولونجد، او بتيجي كتير وتقعد فتره كبيره بيرزيستنت، طيب بتيجي كتير ريبيتد. فتفتكرها كده، يا اما بتيجي كتير ماشي بدات تطول برولونج في نفس المره، او ما بقتش في نفس المره بتروح بسرعه، يعني مش برولونج بس ده على طول بريزيستنت، او السيفيريتي بتاعتها بيزيد رغم العلاج ان ستيبل، او ان هي بتتكرر عليك بقت ريبيتد. فبالتالي انت بتدخل ما بتحفظ، يا اما البرنزمنت اللي هي الاخيره خالص، فتكتب انجينا وتطلع على الخمس اسهم دول منك، خلاص انت خلصت الموضوع على كده. تعمل واحد ماسك صدره ماشي، وتقوم تطلع اربع او خمس اسهم وتكتب الكلمتين دول، خلص الموضوع على كده. بص بقى يا جميل، انا عشان اثبت لك ان طريقه الرسم هي الطريقه الامثل، فاكر الخطوه الاخيره كنت بقول لك حول الرسمه الموفي بقى، انك تحط عليها كاركتر وتتخيل حاجات عبيطه، تخيل حاجات عبيطه ايوه بس حلال، تقعد بقى حط في الرسمه مشاعر وايموشن، ومثلا انت بتتكلم في الار بي سي، الار بي سي دي قعدت تعيط عشان مش عارف ايه، انا اقعد افتكس الكلام ده يا دكتور عندي وقت؟ والله احنا بنضيع وقت في كلام اهبل من كده بكتير. فلما تيجي تعمل الكلمتين دول في قصه انت مؤلفها، وبعد ما تالفها تروح تحكيها لاي حد، ما تتكسفش، تعال احكيها لي انا يا سيدي، انا اتقبل منك، انا بعرف، انا اصلا كنت عايز اطلع راجل بتاع سايكاتري، فاحكي لي عادي وهقول لك معلش معلش معلش. المهم يعني في الاخر لا، استحاله القصه تروح منك، تفتكرها ساعة ما، عشان كده انا بقول لك الناس اللي قالت احنا بنسمع صوتك يا دكتور في الامتحان، ايوه طبعا، لان بنقعد نحكي بصوره قصه، موقف، اكشن، كوميدي، دراما، كل حاجه بنحكيها، فبتفتكر الحدث اللي حوالين الموضوع، اللي حوالين القصه، اللي حوالين الرسمه، اللي حوالين الموفي اللي احنا عملناه، الفيلم اللي احنا عملناه، انت المخرج، انت البطل، انت المؤلف، انت كل، انت المنتج، مش هتاخد منك اي حاجه، صدقني ده انت هتستمتع بالمذاكره لو عملت كده.
طيب طريقه التجمعات، طريقه التجمعات احسن حاجه بيكون عندك معلومات كتير تجمعها. انا بوفر عليك المجهود ده جميل عندي في الكورس، بديك كل حاجه على طبق من ذهب فعلا. فمثلا في النيرو بروتكشن، ايه الادويه اللي انا استخدمها في الاي في في الانيشن في الاوبيود البنزابين مصر اللاكسام، فقمت نكتبها كده بنجمع 1 2 3 4 5. فطريقه التجمعات حاجه رائعه للمخ، تمام جدا. اسماء الادويه مش هتعرف ترسمها فبتكتبها مش مشكله، وبتعمل كده مثلا دي بتديك بروتكشن او سيفتي اكتر مثلا، رسمه زي كده ماشي. التاثير بتاع الاي في على الكارديو باسكر، فبتعمل كارديو باسكر على القلب، بتعمل ارتيريال بريشر هارت ريت كارديو او بوت، وبتيجي عند كل واحد وبتعمل الافكت بتاعه الكبير ده بيعمل ايه بيعمل ايه. شفت لما الدنيا اتنظمت بقت سهله جدا جدا. فانت معايا، عشان كده انا بقول لك يا سيد الفاضل شئت ام لم تشأ ماشي، فالتجا على هذا السورس هو سورسك الوحيد، لان مش محتاج تفتح كتاب وراه، وريح نفسك والصور هي مذاكرتك. هو انت دلوقتي لما تيجي تتكلم على معدل السيريبر بلاد فلو ليه لازم احفظها زي ما الكتب كاتباها، سي بي بي على سي في ار وسي بي بي يساوي كذا؟ رسمه تخلصك موضوع امتع جدا لما تعبر ان البريشر بره لازم يكون جامد اكتر من جوه. ده بره مين؟ مين ارتر بريشر، وكاتب لك الاس والدي والام، وقلت لك مين 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 بتاع مسرحيه ريا سكينه، مين بيرسل لك هدومك، مين بيرسل لك هدمتك. فاكرين فاكرين الحدث اللي انت بتحكي بيه المعلومه، هو ده اللي بيفكرك. فبنعمل بوش، بنعمل برفيوجن، مين بيقومنا جوه؟ الاي سي تي والسي في بي. فافتكر ان دول كانهم اعدائنا كده وبيقومونا، والله ما يقتحموا علينا القلعه، والله لا ندخل عليهم القلعه. الحدث الرسمه فرق السماء والارض بينك بين واحد قاعد يقراها كده سي بي بي سي بي ار كاننا في كتاب. ايه الكلام ده؟ احترم عقلك، انت امكانياتك رائعه. وتعمل ان البي 1 لازم يكون اكتر من بي 2، والبريشر جريدنت لازم يكون عادي. رسمه زي كده وانت بتتكلم عن الاوتوكويد في الايكوزونايد، لو انتم فاكرين الحلقه بتاع نانس رويدر والبروستاجلاندين، فقلت لك البروستاجلاندين مثلا مكاننا في البروستاجلاندين بيعملوا ايه. فالرسمه مش هتخليك محتاج، واضح هنا برونكو كونستريكشن، هنا رينال بلاد فلو. الرسمه بتقول لك ان في نص رينال بلاد فلو، الحراره تزيد مش الدليفري. خلي بالك ده ممكن يعني الاكسيتوسن لون كيموتاكسس، يعني الرسمه هتفرق معاك جدا. فاكرين ما قعدنا نحكي على حكايه البي دي اي مينتين ذا بيتنت، البي دي اي بيتنت دكتور تيوز، وقعدنا نتكلم عنها. الرسمه هتفرق معاك جدا. شوف مثلا التجميعه دي برضه في الاخر، انا عايز اثبت لك سيد الفاضل لازم تعمل شيفت بطريقه مذاكرتك عشان نفسك. جود لك، شكرا. طبعا اللي هيستفيد من الكلام ده كالعاده عدد قليل، مش عشان حاجه، مش عشان انا قلته بطريقه، لا خالص، لان هو الناس يعني شريحه قليله جدا من الناس بيسيبوا حته السيفت زون في مخهم اللي اتعودوا عليهم بقالهم 40 سنه، ولا كان عارفهم بس ما عرفوش، وينتقلوا للطريقه وهي الامثل والافضل، ويقرروا ان هم يستمتعوا بيها. اشوفكم ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله. شكرا.